اكتشفت اني معرفتش اشكرك بالطريقه المناسبه. صح، انا من امبارح بقول لنفسي الكلام ده بس مش قادره اقوله. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ عايزه اقول ان حضرتك ما شكرتنيش بالطريقه اللي تعجبني. اه فهمت. انا عارف ان الشيك اللي اديتهولك اقل كتير من حقك. اهو كده حضرتك فهمتني غلط. طب ما تفهميني صح. الصح اللي انت عامله دلوقتي، فنجان شاي عمري ما شربت فيه، وكيكه جميله، ده اجمل كلمه شكر. انما بقى لا مؤاخذه لا مؤاخذه، الحمد لله اهو. انما الشيك ده كتر خيرك، انا مش محتاجاه. ايه ده يا ست قوت؟ وحياه ولادك ما تزعلش، انت راجل شهم وطيب وعايز تكافئني على اللي انا عملته. بس انا بنت بلد وما تربتش ان اخد تمن شهامتي. كويس قوي. انت اعترفتي دلوقتي ان اللي عملتيه ده جدعانه وشهامه، يعني ما دخلتيش الاوضه بالغلط وكعبلتي في الاجهزه والكلام الفارغ اللي قلتيه في التحقيق. لا لا لا، انا اقصد يعني قصدك اتقال خلاص غصب عنك، وده السبب التاني اللي انا جايبك عشانه. يعني ايه؟ يعني انا متاكد ان في حد دخل عليا الاوضه وحاول يقتلني، وانت اللي منعتيه. اسمع بس يا باشا المشرح. مش عايز اسمع اي حاجه. اوعي تفتكري ان الكلام اللي هتقوليه هيضر ابنك الدكتور حسن. المستشفى دي يا ست قوت من ضمن المشاريع اللي انا مشارك فيها. جايز كتير من الناس ما تعرفش الكلام ده. يعني انا اقدر اعين اللي انا عايزه وارفض برضه اللي انا عايزه. معقولة؟ انا مش هكتفي بكده وبس. الشيك ده انا هقطعه دلوقتي وهديلك بداله 1,000,000 جنيه. كام؟ يا لهوي. دي حياتي يا ست قوت. حياتي. ما ينفعش معاها الجدعانة والشهامة. أنا عايز أعرف دلوقتي مين اللي دخل عليا الأوضة وحاول يقتلني. عايزك توصفيهولي بالظبط. أهم حاجة عندي أعرف هو مين. أنت هتعمل إيه باللي دخل الأوضة يعني؟ ما هو أكيد بلطجي متأجر عليك. إيه؟ أنت عرفت منين إنه بلطجي؟ إيه؟ وأنا أنا قلت بلطجي، أنا بقول يعني اللي هيدخل هيبقى منجد ولا إيه يعني؟ يا ست قوت أنا شايف في عينيكي سر مخبياه. سر سر إيه؟ ده أنا مشكلتي في الدنيا إن أنا ما بعرفش أخبي حاجة، كل حاجة بتظهر عليا. ما هو عشان كده بان عليكي. أنا متأكد إنك تعرفي حاجة مهمة وخايفة تقوليها. يو بقى. ساعدني يا رب، ساعدني يا رب. اعمل ايه بس؟ سعادة الباشا، مش حضرتك بعتلي فلوس عشان تكافئني عشان انا انقذتك؟ حصل. طيب اللي تجيب لك اصل الحكاية هتكافئها برضو ولا هتأذيها؟ يعني انت عارفة مين اللي سلط الود عليا؟ لا مش انا، بس مش هقول حاجة غير اما تحط ايدك على كتاب ربنا وتقول والمصحف الشريف. ما هأذيها مستحيل، انا مش قادر اصدق. وانا هكدب عليك ليه بس يا باشا؟ مش انت يا ست قوت، مش انت. انا بس مستغرب ازاي البنت تعترف بالسهولة دي. عشان طيبها وغلبانة وبنت أصول، واحدة غيرها كانت خدت الفلوس وسبتهم يموتوك. مش تهرب من المستشفى وتقعد تعاتب نفسها وتيجي تاني يوم تعتذر وتعيط. غريبة جدا، انت كمان بتدافع عنها. وهشتكيك لربنا لو رجعت في كلامك. خاف من دعوتي يا باشا، أنا ربنا بيحبني وبيستجيب دعايا كله. طب اهدي بس، اهدي. اهدى ازاي والبنت مأمناني على سرها؟ أرجع لها بالأذية يعني؟ ومين قال لك اني هأذيها؟ ده انا لسه حالف على المصحف. اه حلفت، لكن مسافة ما قلت لك الشر بيرقص في عينيك. ده مفيش شر ولا حاجة. أنا بس جايز اتضايقت شوية لما فتحنا الموضوع. أنا مش شيطان يا ست قوت. لا لا، صباح الله، أنت راجل طيب وعشان كده حكيت لك. ويعلم ربنا والله ما كنتش ناوي أتكلم لما لقيتك شهم وطيب ونفسك حلوة وقاعد تفطر معايا
وانا ما اسويش حتى خدامه من اللي عندك. لا لا، ازاي الكلام ده؟ ده انت صاحبه فضل عليا.